بوب. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صباح الانوار لكل من راه يقضي العطله تاعو سواء على شاطئ البحر، في لابيسين، في الجبال، وكذلك في المنازل، ولا خدام كيما حنا. اذا كيما عودناكم برنامج نهاركم جديد كيما والفنا، اليوم راح يكون البدايه تاعو رياضيه بامتياز، وين راح نشوفوا الكوتش فاضيل على المباشر، وراح نروحوا اللي راح يقوم برياضه الكارديو او تقويه عضلات البطن، ثم بعدها راح نشوفوا العديد من المواضيع اللي تهمكم الاجتماعيه منها الصحيه وكذلك البيئيه، كل هذه راح تشوفوها في العناوين الان. اثنين ننزل بالظهر، ثلاثة أربعة ونضغط على مستوى البطن، أربعة. نتحدث اليوم على فوائد العنب، لماذا ينصح بتناول العنب؟ الصميم فترة صيفية تمتد حوالي 40 يوم، يكون الطقس فيها شديد الحرارة. اليوم راح نتحدث على ماليزيا، ماليزيا التي تعتبر من أشهر الدول حول العالم اللي تمتاز بالطبيعة الخلابة والساحرة. كما كنا شفنا المواضيع الرئيسية اللي راح تكون اليوم حاضرة معنا، ونبدأ كما بصح مش كما عودناكم، راح نبدأ بالرياضة، فقرة الرياضة، لكن راح هذه المرة ما راحش تكون في إحدى صالات الرياضة، لكن راح تكون على المباشر. حاضر معي كوتش فاضيل، صباح الخير. صباح الخير الأخت خمسة، شكرك على الاستضافة. شكرا لك على الحضور، وإن شاء الله يعني حين نعطيو بعض النصائح يعني المشاهدين على ممارسة الرياضة، يعني خاصة في فصل الصيف هذا. وحاضر معنا حمزة مراحي، حمزة مراحي لاعب في المنتخب الوطني لكرة السلة ووداد بوفاريك، صباح الخير. صباح الخير ونشكركم على الاستضافة هذه، وإن شاء الله تجوز لي مليحة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إذا نبداو بك كوتش فضيل، وسؤال موجه أيضا لك حمزة، تقدر تشاركنا في الموضوع، هي ممارسة الرياضة في فصل الصيف، وموضوعنا الأول قبل ما نروحوا للتمارين الرياضية اللي راح نشوفوها، ممارسة الرياضة في فترة الصيف، شيء الأوقات المناسبة، وقتاش نقدروا نمارسوا الرياضة مع درجات الحرارة المرتفعة هذه؟ بما أن ممارسة الرياضة تعتبر مهمة، يعني حتى في الصيف لازم نمارسوا الرياضة، ولكن ببعض الاحتياطات. نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة، يعني ما ننصحوش يعني بنفس التدريب اللي كنا متعودين عليه يعني في الشهور السابقة، يعني ما يخفاش، وخاصة في الشهر اللي انا فيه، هو يعتبر الشهر يعني لشدة الحرارة راهي في الذروة تاعها. يعني من هذا الباب هذا ننصحوا المشاهدين، الناس اللي تمارس الرياضة، يعني بالنسبة للأوقات لازم تنقص شوية في الوقت. الناس اللي كانت تمارس الرياضة، شو هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟ هي في العادة هي ممارسة الرياضة صباحا هي أحسن، بصح ندركها مع درجة الحرارة المرتفعة، شكون مثلا اللي أفضل وقت مثلا من 6 لل 7 من 6 لل 8؟ هي ممارسة الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في فصل الصيف هي تكون صباحا، يعني من 7 صباحا حتى للتاسعة، التاسعة 10 أقصى حد، يعني بعد من 10 يعني تبدأ درجة الحرارة ترتفع، حتى تلحق 12، من 12 حتى 4 وهي الذروة، يعني تلحق لدرجة الحرارة العالية. تدريب في المساء يعني يقدر يبدا من الساعة 7 حتى 10 مساء، ليكون يعني نقصت شوية درجة الحرارة، والإنسان يقدر يدرب بكل ارتياح. طيب وش هما الرياضات اللي تنصح بها كوتش اللي ملاح تندار في هذه الأوقات؟ هي الرياضة بحد ذاتها، يعني الحركة بحد ذاتها هو نشاط بدني، حتى ولو كان المشي أو الهرولة أو الجري، يعني باسمه، وهذا على حسب المستوى. ومعنا الأخ في الميدان، يعني كاين رياضة النخبة ورياضة الناس يعني البدائيين، يعني باش نفرقوا، رياضة النخبة اللي راهم يعني اللي بيرفورمو هذو لي زاتلات دو نيفو، اللي ما يحش يعني يوقفوا على التدريب، ممكن راح ينقصوا في الشده، راح ينقصوا في الحموله. احنا توجور احنا لا بيريو تاع بريباراسيون تاع بريباراسيون تاع لاني تبدا دائما في الصيف هكا، او جوي، خاصه المنافسه الدوليه. المنافسه الدوليه تما دوكا احنا هذا هو الوقت اللي نخدموا فيه بزاف بارابور على الشهور اللي جوزوا، تما تكون دائما صعيبه. الور او الكوتش كيما قال لك تكون تختلف الرياضة على حسب التمارين الرياضية، على حسب حتى في لا دوري، يعني ميم لي سبورتيف ماشي كامل كيف كاين رياضات لي سبور انديفيديوال يكون عنده عائق، هذه السخانات تكون عنده عائق، كما كان يهضر من قبيله الكوتش، كان يقول لي ليا بلي ينقصوا في البوا ايتو، وحنا رياضة جماعية، هذه عفسة نورمال عادي، يعني ما يهمش البوا،
ضر بزاف السخانه، ضر بزاف رياضات الفرديه. كما حنا كما قلت لك مقبل، حنا هاد لا بيريود توجور لا بيريود تاع بريباراسيون تاع خدمه، الوغ حنا والفناها. انت حمزه كلاعب في كره السله وخاصه هذه الفتره انه تعرف تدريبات كثيره عليكم، كيفاش راك مثلا كيفاش راكم تقدروا توفقوا فيها خاصه مع ارتفاع درجه الحراره والاوقات هذه؟ كاين مثلا وين يلغى اصلا تلغى التدريبات ولممارسه التمارين الرياضيه؟ لا ما تلغاوش رياضات، مي تنقص المده تاع التدريب تاع التدريب. باغ اكزومبل حنا صافي دوكا دوزيام سيمان حنا نونترينيو، انا ما نفوتوش 50 مينوت 55 مينوت ونبداو 18 تما تكون نقصت شويه درجه الحراره. مي دوكا يجو دي بيريود وين تونطريني دو فوا بار جور ولازم تحملها ولازم تدادابتا معها. وكما قلنا مقبل كاين اللي يقدر يدادابتا وكاين اللي لازم عليه يخدم، وكاين اللي سبور هذاك مبتدئ يخدم روحه ويقدر يدير سبور الوقت اللي يحب. حمزة نعاودو نرجعو للبداية باسكو اونشينينا ديريكت مع الكوتش سوجي، نعاودو نرجعو لبدايتك حمزة، كيفاش بديت؟ كيفاش حتى رحت لرياضة كرة السلة واخترتها؟ احنا في انا ابن مدينة بوفاريك، وبوفاريك معروفة بكرة السلة، لور كي كنا صغار كنا يدونا والدينا نشوفوا هذه الرياضة، عشقناها كما عشقوا والدينا كانوا يشوفوها. بديت مبتدئ كما كامل. هل عندك في العائلة اللي يمارس كرة السلة؟ عندي ولد عمي اونسيان جوار تاع باسكت، ودوكا راني مع ولد عمي ثاني، احنا زوج ولاد العم نلعبوا في فريق وداد بوفاريك. دخلنا رياضه كمبتدئين، ومن بعديك بالعقل حبيناها وخدمنا فيها والحمد لله وفقنا ربي باش نمثلوا فريق وداد بوفاريك اون سينيور. شحال عام بديت؟ بديت 2004 2005. شحال كان في عمرك؟ 9 و 8 صغير. كنت صغير ودوكا الحمد لله، دوكا قلت لك وفقنا ربي باش لعبنا اون سينيور والحمد لله زدنا كملنا خدمنا وين ثاني الحمد لله. حمزه كي بديت في وداد بوفاريك من بدايات كنت في انا ابن فريق وداد بوفاريك ومازلني حتى الان لاعب وداد بوفاريك. وقلت لك كما قلت لك الحمد لله وفقنا ربي باش لعبنا اون سينيور وشرفنا فريق وداد بوفاريك، ودوكا رانا نمثلوا الجزائر مع المنتخب الوطني وان شاء الله مازالت المسيره طويله. دوكا مازالني 27 شو هما المسابقات ولا المحافل الدوليه اللي شرفت بها وداد بوفاريك والجزائر عموما؟ الحاجه اللي انا فرحان بها دوكا لفريق وداد بوفاريك صافي 20 سنه ما ديناش تيتر، وفقنا ربي الصيف العملي لا ما تيتر ما لقب كوب. لقب وطني عندها 20 سنه بارابو صراو مشاكل تاع ماديه ودخلوا في الحمد لله هذو العوام وين عاودوا ولا الفريق المستوى تاعو ولينا نشاركوا البطولات العربيه. العام اللي فات شاركنا في مصر البطوله العربيه وصلنا ربع نهائي الحمد لله. وهذا العام ان شاء الله عندنا في اكتوبر ان شاء الله عندنا كوب دراب بطوله عربيه للانديه في الكويت. ان شاء الله انا نخدموا باش نشرفوا الجزائر فريق بوفاريك والجزائر ايضا عامة ان شاء الله احسن تشريف ان شاء الله. وقلت لك بوفاريك صافي 20 سنه ما داش تيتر، العام اللي فات دينا تيتر وين دينا تيتر كاس الفيدراليه اللي هي كاس الجزائر اللي خرجنا بوفاريك كامل خرج التفراح نساء ورجال الحمد لله وفقنا ربي ان شاء الله مازلت العوام الجايه ان شاء الله. طيب كوتش ايضا انت ايضا كوتش في رياضه الجيدو؟ لا كاراتيه. الكاراتيه مدرب سابق للفريق الوطني ما شاء الله. كوتش هذه ليامات يعني نعاودوا نرجعوا لنفس السؤال قبل ما نروحوا نشوفوا التمارين الخاصه اليوم بعضلات البطن، شد عضلات البطن. كوتش الاونه الاخيره شفنا انه الغالبيه يروحوا لسال دو سبور، ما يروحش يدير سبور برا ولا في الغابه ولا، رغم انها يعني احسن، لكن مع ارتفاع هذه درجات الحراره وكامل كنا شفناك ايضا في صالات الرياضه، هل الغالبيه راهم يجيو للصاله ولا يروحوا للغابات ولا للمشي احسن؟ هي في التدريب يعني ما كاش كما التدريب على هواء الطلقي، يعني من ناحيه التنفس من ناحيه يعني بيان دوكسيجيني، يعني داخل القاعه راهي مغلقه شويه.
ولكن تختلف في المواسم، يعني موسم صح. الشتاء وموسم الصيف ماشي كيف كيف. على هذا الناس كاين بزاف اللي يفضل انه يدرب في الهواء الطلق، وكاين بزاف انا نشوفوا دوك سي كما نقولوا حنايا اللي راهي الناس تنشط بزاف على على مستوى لي زيسباس فير اللي انا نشوفوهم على في الجزائر العاصمه، اللي انا نشوفوا الناس تتوافد على هذا السموك سواء في غابه بوشاويك سواء في سان جوي. يعني كاين بزاف الناس اللي ولات بزاف تمارس الرياضه وخاصه في الهواء الطلق، ولات تخرج من القاعات. ولكن في الفصل نعاود نقولوا الفصل الصيف، فصل الصيف يعني ما ننصحش انا بيرسون ما ننصحش يعني ممارسه الرياضه في هذه الاونه هذه في الهواء الطلق، نظرا للارتفاع الشديد اللي راهو في درجه الحراره واللي حيأثر الجسم، يتاثر من ناحيه يعني من الجلد، من ناحيه الجفاف البشره، من ناحيه ضربات السمش اللي ما يخفاكش باللي ضربه السمش يعني قدرت الحق حتى الوفاه، يعني دار يعني راهي خطيره ماهي سهله. على هذا نقول الناس لازم تاخذ بالوقايه، تقوم بالوقايه. اهم شيء كذلك الناس لازم ما تنساش في الفصل هذايا هو شرب الماء، يعني شرب الماء بكثره اللي ننصحوا به يعني دائما الرياضيين باللي ما ينساش انه الجسم في هذه المرحله راهو يتعرض للجفاف. على هذه ننصحهم بشرب الماء المعدني اللي متوفر فيه الصوديوم الكربوهيدرات اللي حتنقص شويه من الجفاف هذايا. دونك حتى في التدريب في نقول لهم يعني في لما تكون درجه الحراره في القصوى تاعها يحاولوا انهم يا لو كان يعني يوقف التدريب المرحله هذه حتى تجوز هذه الفتره هذه ويعاود يولي للتدريب. وقلنا من الاحسن الوقت التدريب ما لازمش يفوت 45 دقيقه، يعني تكون 45 دقيقه تكون كافيه خاصة في هاد لابيريود، يعني يعاود ينشط الجسم تاعو وينشط البدن تاعو تكون كافية له، يعني ما كان له انسان يدرب اوقات كبيرة ويحاول يعني ما يروحش للحمولة والشدة العالية، يعني يبقى في ريت نتاع ان روميزون فورم، يعني باش يقعد في لافرون تاعو ما يحوش انه يزيد في الحمولات. خاصة في هاد نقولوا في هاد لابيريود هادية، في هاد لابيريود تاع وين راهي كما قلت لك من قبيل درجة الحرارة القصوى في السنة، يعني هذا هو الشهر الوحيد اللي راهي درجة كبيرة اسمها السمايم يقدروا يقولوا لها هكذا الناس تاع بكري، يعني سي اون بيريود تري ديفيسيل. ولكن كاين الناس اللي غالب يقول لك مع الولف هذاك واسمه ما يقدرش يوقف عن التدريب، خاصه عندهم برنامج عندهم هو نفس السؤال راح نطرحه لحمزه. يعني الناس اللي قلت لك هي كاين الفرق بين رياضه النخبه اللي عندهم برنامج وهما ديجا متاقلمين منذ سنوات، راهو يقول لك ملي كان 9 سنين وحنا كنا كذلك في المنتخب وكنا يعني في كرياضيين، يعني هذيك الادابتاسيون تخليك يعني تتحمل لما يكون الصيف ولا اسمه تتحمل التدريب وتتحمل. بالنسبه للناس اللي جدد جاء يعني من اجل هدف هو فقدان الوزن او زياده الكتله العضليه، هادو ما ناس اللي يحبوا برك يعني يعاودوا يجيبوا لا فورم سبورتيف تاعهم، هادو ما يتاثروا يعني التدريب في هاد المرحله هذه حياثر عليهم شويه. على هادي حمزه في لي زوبجيكتيف اكزاكتومون. حمزه شحال راكم تاخذوا الوقت او الحجم الساعي في التدريبات تاعكم اليوميه او الاسبوعيه في هذه الفتره؟ في الفترة الأولى بدينا 40 دقيقة 45 دقيقة ما فتناهاش يوميا بشكل يومي وهذا بديك كي تفوت دوزيام سيمان أنا وصلنا ل 50 حتى لساعة، ودوك مام مع لا فان سيمان هذه إن شاء الله نوصلوا حتى لساعة ونص. لأنها رياضة جماعية مش لأنها رياضة جماعية لأن الضرورة تحتم عليك البروغرام الكوتش على بالو البروغرام يبقى يطلع دونك تولي تزيد لا شارج تزيد الخدمة باسكو من بعديكا ما تقدرش تخدم بريباراسيون فيزيك ما تقدرش تخدم الفيزيك تاعك في لابيريود تاع لي ماتش تاع كومبيتيسيون. الوغ هذا هو الوقت احنا كما قال لك ولفناه الاوبجيكتيف يتبدل بين الاشخاص العاديين والرياضات الجماعيه ولا رياضيين النخبه. حنا ولفنا هذه لابيريود اللي نخدموا فيها الوغ دوك تبقى تزيد 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 حتى وين توصل وين تولي عاديه وتولي تدرب في القاعات فتولي كره سله فقط وشويه جهد بدني ما تطلبش بزاف. طيب كوتش فيه تعدد الناس اللي راهي تقصد صالات الرياضه
كاين اللي يجي من اجل انقاص الوزن، كاين اللي يجي من اجل انه ينحي لا بريسيون وينقص، كاين اللي يجي الهدف ايضا انه يمارس رياضه باش يكون فيه نشاط وحيويه. تتعدد اغلب الناس اللي يقصدوك من اجل ممارسه الرياضه، واش كانت الاهداف تاعهم؟ احنا الاهداف اللي كثرت علينا نشوف فيها، وخاصه راهي كما نقولوا ما نقولوش الكارثه، ولكن ولات يعني هي فقدان الوزن. الناس ولات رفدت بزاف البوا، يعني الناس ولات بزاف تحوس على دي بروغرام وين كسوا في الحميه الغذائيه، يعني في لو ريجيم، ولا كسوا في لونترينمون سبورتيف، يعني ولاو يروحوا بزاف يجونا عندهم يعني فائت شويه في الوزن. ولينا بزاف نشوفوا الناس اللي يجي، يعني قلال اللي يجوا من اجل لا بريز دو ماس، يعني من اجل زياده الكتله العضليه، ولكن اغلبهم يجونا من اجل فقدان الوزن، لانهم نظرا لعدم يعني الكونترول في الماكله ولا في الاكل تاعهم، ولا راهم يزيدوا في الوزن. الاكل اللي راهو في لي فاست فود، اللي راهو اللي فيه الدهون. نعم. يعني المتعارف عليه انه الرياضه باش الواحد ينقص في الوزن لازم له ريجيم سبيسيال، لازم يتبع حميه، هذه الحميه مبنيه اصلا على الاراده. اكيد اكيد. كلها اراده، يعني مش مثلا اراده وتنقص ماكله برا وتشوف تاكل اكل صحي واكل اللي يفيدك، مش اكل مثلا اللي تشوفه بلي انت يساعدك، لازم يكون وفقا للسعرات الحراريه اللي راك تستهلك يوميا. هي اهم شيء يعني بالنسبه للناس اللي يحوسوا على فقدان الوزن، يعني اذا كان حميه بدون تدريب ما درنا والو. يعني تقريبا ما يديروا، ولكن تدريب بدون حميه كذلك، يعني الحميه والتدريب هما اللي يعطونا نتيجه في الفقد. طيب انا واش حبيت؟ حبيت حميه وحبيت نطوال كره في زوج، حميه وكره سله، واش ندير؟ كره سله ماشي رياضه تطول. بصح ما كانش لي الرياضه عموما صح، متفق عليه حمزه انه ما كانش لي يدير باسكت وماشي طويل. مستحيل تلقى واحد ماشي داير باسكت، باسكو الباسكت تسحق لاعبين طوال، تسحق طوال باش تلحق للسله، ماشي باش توصل للسله. الرياضه هي تاع. طيب حمزه دبروا عليا تعتمد على عطيني نصيحه، حبيت ريجيم وميم طون طوال هي بكل صراحه. تطوالي فاتك الوقت سما قطعت ريجيم. وبالنسبه للحميه يعني الاخت خمسه تتمتع بجسم باناقه، يعني ما تطلبش بدون رياضه، بدون ما شاء الله تسمى لازم لي رياضه، لازم تحاولي انك يعني بالك تعرف واش تاكل، بالك ممكن لا اهم هي 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 توازن يعني باش ما نروحوش للحميه ولا للريجيم. انا واش نقول قبل ما نروح للريجيم، نقول التوازن الغذائي، يعني ليكيليبغ اليمونتير. الانسان ما ياكلش في اي وقت، ما ياكلش نابورت كوا، لو كان يعني يقوم بتوازن غذائي، يعتمد على الفاكهه، يبتعد عن السكريات، يبتعد عن الامور، يعني الجسم تاعو حيبقى يحافظ عليه. يعني جسم انا نشوفها بالك شاطرني في الراي، نشوفها باللي احنا ليزالجيريان بالك المغرب العربي كامل ناكلوا كل وقت، ناكلوا صباح كل ما تجوع تاكل، كل ما تلقى حاجه محطوطه. هذا هو الخطأ، الانسان انا نشوف باللي كان ينوض صباح يستقهوى مليح، يفطر مليح، ما يكفي العشاء ينقص شويه، حنا ياكل ناكلوا لكن في عادات خاطئه. انتم راكم في زوج في هذا المجال، وعلى بالكم في عادات خاطئه. كاين يقول لك انه ناكل نفطر صباح مليح باش صيام متقطع، كاين يقول لك نفطر صباح مليح ومن بعد نتغدى مليح ومن بعد العشاء ما نتعشاش، كاين يلغي وجبه العشاء نهائيا. كاين عادات خاطئه، انا نشوفها خاطئه. وانا واش قلت لك، الناس نورمالمون الصباح فطور صباح تاكل مليح، هادو ما عاديين، ماشي زعما اللي انا كرياضي ولا لاي رياضي، انه الجسم يستهلكها عبر اليوم. أي انسان لازم يكون هكا تما باش يحافظ على اللياقه تاعه ويقدر. صحيح كيما قال لك، رانا كاين بزاف ناس بهم يسمعوا عندهم فوا بزاف بارابور على واش ياكل، بارابور تقدر ما تديرش سبور، وتكون تاكل مليح وتعرف تنوض صباح. هي حتى في الاكل، يعني باش نعاودوا نقولوا اسمه، هي ماهيش في لا كونتيتي، هي في لا كاليتي. سادير الانسان لازم يعرف في الجسم تاعو شحال كميه السعرات الحراريه والكالوري اللي راه يستهلكها، يعني ما لازمش يديباسيها. مثلا لو قدامنا يعني هاد الحلويات هذوما، يعني لو كان الانسان يقوم باكل اربعه واسمه، يعني هذا خطا. نعرفوا باللي 300 كالوري في اليوم بالنسبه اللي يحتاجهم الجسم، ممكن تنين في اليوم كامل تكفيني. يعني ثلاث حبات تمر تكفي. تمر حاجه اخرى، التمر راهو سي كما قال السكريات، السكريات السريعه سما سي سكر رابيد. دونك يعني طلعوا لينيرجي رابيدمون. دونك سي بور سا الانسان انا واش نقول، انه يختار الاكل تاعو ويختار الاكل الصحي.
ويبتعد يبتعد. انا خاصه في الفصل هذا، فصل هذا ناكد للمستمعين المشاهدين راهم يشوفوا فينا، خاصه تناول الفواكه يعني اللي راهي يعني راه موجوده وعندها الفائده ديالها، والسكر تحل تعبر سكريات طبيعيه يعني، ونبتعد على السكريات الاصطناعيه والمصنوعه اللي حتاثر على جسم الانسان، يصيبها في الفاكهه ويصيبها في الخضر، ويكون هذا التناول تاعهم يكون صحي، وراح يحافظ الانسان على الجسم تاعو على الرشاقه تاعو، ويبتعد على الاكولات ولا الدهون ولا اللي حتاثر على الجسم. لهذا نقول انا قبل ما نقول الميزاديرون ولا الناس اللي تدرب عندي، ما نقولش الريجيم اليمونتير، نقول ان ايكيليبر اليمونتير، كونوا يعني في توازن غذائي جيد. طيب حمزه، فاش راك تبدا فطورك؟ حسيتي حمزه فطورك الصباح واش تاكل؟ الصباح شنو الصباح؟ قبل ما تجي اليوم واش كليت؟ انا الصباح اليوم استقويت شغل حاجه خفيفه وجيد. باغ اكزومبل اليوم صباح كليت حبه كرواسون وكاس جو وخرجت، باسكو كنت شو كاين حاجه باش نضيف واحد المعلومه للمشاهدين، يعني كاين فرق بين انسان رياضي فا ديبونسي لينرجي صح. دونك كيما الماكله اللي ياكلها ماشي ناخذوها بعين الاعتبار على اساس كامل ناكلو كيما هو لانه هو يستهلك راح يفرغ هذيك الطاقه هذيك، هو محتاج الى طاقه اخرى، يعني هو للخوف وراه الناس اللي ما تمارسش الرياضه وما تقومش بالنشاط الحركي والنشاط البدني ويكونسومي وراه يعني يستهلك، هذا اللي يتاثر. ولكن انسان سبورتيف ما يخافش، ان سبورتيف مالغري راهو ياكل ولكن اي اون طان دو ديبونسي لينرجي، وبدا يولي يبحث على الاكولات ولا البروتينات اللي تعطيه الطاقه زياده باش يقدر يقاوم في المنافسه، ويقدر يكون يعني في الصحه تاعو يكون يعني واجد، ما يكونش يعني فابل. هذا هو بالنسبه للرياضي المستوى العالي، والانسان اللي ما يمارش الرياضه صح، باسكو اللي ما يمارش الرياضه وراهو يكونسومي هذا يتاثر، واللي راهو يمارس الرياضه راهو يديكاج لينيرجي. دونك عندي صحابي برا كي نروحوا ناكلوا هكا معاهم يقولوا لي تاكل بزاف، وانا كي نشوف روحي مع صحابي تاع سبور ما ناكلش بارابور ليهم. علاش؟ يعني مشاطر راي الكوتش اللي صح، الانسان العادي ما يتبعش، الانسان ما يشوفش الماكله تاع سبورتيف، انسان رياضي اللي يمارس تمارين رياضيه بحاجه الى سعرات حراريه فوالا، وهو يفرخها عنده وين تروح. انت اللي ما ديرش رياضه، انت اللي لازم تعرف وين تاكل واش تاكل، ماشي كيف كيف فوالا هذه هي. طيب قبل ما نختموا، تعرفوا الصمايم واش هما؟ الصمايم هي قبل ما نروحوا نشوفوا الكوتش اليوم يزبدوا على شاطئ البحر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صمايم تعرفوهم؟ تعرفوا كوتش صمايم؟ انا نسمع الناس يقولوا صمايم لما تكون الحراره في يعني اوج في الدروه تاعها يعني في حمزه في الشده. تعرف صمايم؟ ما نعرفها. هي مات سخونه تاع اوت، ما بين اوت وما بين تدي شويه اواخر جويليه وشويه اواخر اوت وكذلك شهر اوت وشويه من سبتمبر. هذه مقوله تاع بكري بالك. نعم مقوله يقولوها بكري بالك، انا ما نعرفش. هي ما زالت يقولوها بكري صح، كانوا يحسبوها مدتها 40 يوم. هذه المده تاعها تاع 40 يوم احنا نعرفوها انه تدي شويه من جويليه شويه من شهر اوت وشويه من شهر سبتمبر، معروف فيها الحراره في اقصى درجاتها، وكاين اللي مقسومه، كاين اللي يقول لك مقسومه على اثنين 20 يوم 20 يوم، كاين اللي مقسومه على ثلاثه. اذا مشاهدينا الكرام، انه لو نتحدث على الصمايم اللي مدتها 40 يوم، فترة صيفية تمتد حوالي 40 يوم، يكون الطقس فيها شديد الحرارة، تنطلق ابتداء من 25 جويلية وتنقسم إلى 20 يوم نار و20 يوم يقولوا عليها نوار. فترة النار تشهد درجات حرارة عالية، وفترة النوار تعرف درجات حرارة متوسطة. الصمايم تشهد فصلين 36 يوم في الصيف وأربعة أيام من الخريف. ثم هذه الفترة مناسبة أيضا، الفائدة تاعها أنها مناسبة لزراعة الطماطم، ينصح بشمس الصمايم دون الإكثار منها خاصة وقت الظاهرة، احنا نقولوا الظاهرة ما تخرجش، لكن هي فيها إيجابيات أكثر منها خاصة في الزراعة وفي التعرض للشمس في هذيك الفترة. يعني سبحان الله رب ذرة نافعة، كاين فيها إيجابيات بزاف كثيرة، كاين حنا نشوفوها سلبية بكثرة. قبل ما نطولوا عليكم مشاهدينا الكرام، نروحوا نشوفوا الكوتش في رياضة شد عضلات البطن لزبدو ولا نعاودها.
صباح الخير مشاهدينا، عودنا وليناكم معكم الكوتش فضيل بتمارينات رياضية لتقوية عضلة. اليوم اخترنا عضلة البطن لتقوية عضلة البطن وشد عضلة البطن. على هذه اخترنا بعض التمارينات البسيطة اللي يقدروا تقوموا بها بأي مكان حتى في المنزل. على هذا راح يتابعوا معنا هذه التمارينات. نبدأ بوضعية الوقوف بهذا الشكل ونضغط على البطن بهذا الشكل. واحد اثنين ننزل بالظهر، ثلاثة أربعة ونضغط على مستوى البطن، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، ننتقل للتمرين الثاني نفس التمرين ونزيد في الضغط بهذا الشكل. واحد ننزل اليد إلى الأسفل، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. نروح إلى التمرين الثالث، ناخذ نفس، نعمل على مستوى الجانبين بهذا الشكل. واحد اثنين ثلاثة نضغط، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، نكون ضغط، وكل تمرين نقدر نعيده ثلاث خطرات حتى أربع مرات. ننتقل إلى البساط بهذا الشكل، نبقى بهذا الشكل هذا، ونحاول أن نرفع الرجل ونضغط بالجسم. اثنين ثلاثة نضغط على البطن، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، نعمل نفس التمرين ولكن نطلع بهذا الشكل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، وكل تمرين قلنا نعيده ثلاث خطرات حتى أربع خطرات. المرة هذه نعمل معايا ثقل، المتوفر ما كاش متوفر نستعمل قارورة ماء بهذا الشكل. نرفع الرجل ونحاول نطلع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نضغط، ثمانية تسعة عشرة. جيد، نغير الرجل ونطلع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، نرفع، ننتقل إلى التمرين الآخر بهذا الشكل، ونحاول أنني نتحرك بسرعة على الجانبين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، ننتقل إلى تمرين آخر بهذا الشكل، دائما إما بالثقيل أو بقارورة ماء. نكون بهذا الشكل ونحاول أنني لما نرفع بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، ناخذ نفس، جيد، ننتقل للتمرين ما قبل الأخير، نعمل بهذا الشكل، نضع اليدين بهذا الشكل ونرفع الرجلين بهذا الشكل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد، بهذا الشكل نكون قمنا تقريبا
تم تمارينات كل تمرين نعيدوا ثلاث خطوات اربع خطوات، راح نحس شد على مستوى اسفل البطن وحيسمع لي بنحت بعد دويون. بهذا الشكل كونوا كملنا تمرين شد البطن. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم الكوتش فوديل. شعارنا دائما ابقوا اقوياء وداوموا على ممارسة الرياضة. سلام. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد فقرة الرياضة مع الكوتش فضيل إلى عالم الأعمال ورواد الأعمال أصحاب المشاريع اللي دايما نسلط عليهم الضوء عبر قناة النهار في كل برامجها من أجل لربما أخذ العبرة القدوة وكذلك التعريف بهم ومشاركتهم هذه النجاحات وهذه الإنجازات اللي راح نشوفوها اليوم في برنامج نهاركم الجديد. فقرة مهمة جدا هذه الفقرة، ونستقبل السيد طارق العابد صاحب مشروع مريق النظافة. صباح الخير. صباح الأنوار. الله يسلمك. وكذلك دنيا بن سخرية مدربة معتمدة بالوعي وإدارة الأعمال. صباح الخير دنيا. صباح النور، شكرا على الاستضافة. العفو. نبدأ بك سيد طارق العابد. مشروع مريق النظافة هو مشروع أكثر منه فكرة تجسدت على أرض الواقع من أجل أنه اليوم أصبحت هناك حلول بديلة عن لربما رمي أكياس الأوساخ وتركها أمام البيت، ثم تأتي شاحنة النظافة من أجل حملها. عندك تطبيق، هذا التطبيق سميته مريق النظافة من أجل لربما معرفة الشاحنة متى تصل وفي أي وقت وفي أي يوم، كذلك من أجل إخراجها إلى الحي. وأحكي لنا على هذا التطبيق سيد العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تطبيق يعني كما قلتي كما تفضلتي الفكرة موجودة عندك، اللي هو أنه احنا نسموهم البروديكتور دي شي ميناجير، اللي هو المواطن العادي البسيط وكل حاجة، هو يولي يعرف الوقت اللي الشاحنه توصل عنده، ويقدر مام يدير نوتيفيكاسيون، يعني يدير يجهز نفسه بالتطبيق هذا ويعرف قداش قادره توصل عنده اون طون ريال. هذا الفرق ما بين التطبيقات اللي موجودين حتى في الانترناسيونال، انهم عندهم التوقيت مي بصح ما عندهمش لو ريال تايم كما قلنا حنايا الوقت، يعني اسكو صح خرج الكاميون لما خرج صح. حنا في الجزائر درنا بطريقه واحده اخرى مبتكره، وعندنا عليها حقوق الملكيه الفكريه، درنا لهنايا وفي العالم قايتك. يعتبر نقدر نقولوا مشروع فريد من نوعه حتى في الموند اونتيي. الحمد لله. في ولايه بومرداس. احنا الان الحمد لله نشكر ثاني السيد الوالي تاع ولايه بومرداس، دار فينا الثقه وشاف المشروع وعجبه بزاف وحب يبدا في ولايته. دوك عندنا تقريبا 6 موا اللي ديناه في ولايه بومرداس، وين مشينا بزاف خطوات بزاف متسارعه في المجال هذا. الان مثلا انه الشخص العادي البسيط عنده السمارت فون تاعو، يطلع التطبيق من بلاي ستور مجاني، ويولي عنده كل المعلومات اللي يسحق يعرفها على لو كاميون تاع لوماساج. معناتها يقدر يعرف باللي الكاميون حيوصل له قبل 10 دقائق، قبل نصف ساعه، عنده من 10 دقائق الى ساعتين، هو يحدد الوقت اللي يحب يعرف فيه الكاميون اكالوغ يوصل عنده حتى لباب الدار. اوكي؟ الوغ لهنا نسيو نقصوا بلوتا نقصوا دركا ومن بعد بلوتا نقضيو على الظاهره هذه تاع رمي القمامه برا في الشارع والقطط يقطعوها والاشياء الثانيه اللي توقع في المجال هذا. الوغ الكاميون يكون على باله قداش يجوز، قادر حتى يستنى الكاميون حتى يشوف الكاميون في الابليكاسيون، يشوفه هو جاي اون طون ريال لايف. وكي ما يجيش الكاميون ولا يطيح اون بان ولا كذا، يسخا نوتيفيه، يبعثوا له انذار ولا تحذير ولا معلومه. لي زيبيك اللي هما مثلا الان دوك احنا مع اصحاب التطبيق. اكزاكتومون، باسكو التطبيق هذا منقسم على اثنين، تطبيق يشوفوا اللي هو ابليكيشن اندرويد اللي هي تكون في الجهاز المحمول، وعندنا سيرفيس ويب اللي هو موجود عند لي زيبيك اللي هما متخصصين بنقل ورسكلت النفايات. هذوما لي زيبيك هذوما عندهم تطبيق يعني ترو سوفيستيكي بزاف، وين يقدروا حتى يتحاوروا مع عامة الناس ويبعثوا لهم دي نوتيفيكاسيون دي ميساج
قال بازم الكاميون الي اون بان فا با فينيغ اوجوردي، قال غدوه اذا غير الكاميون يبعث له بيتغير الكاميون، اذا كما قلنا حنا حيروحوا حيخرج روطار يقول له بلي حيخرج ميم لو كان يخرج الافونس بعث له ليسونسيال. وهذو اشياء الشيء اللي مث اللي يخلي النظام هذا يعني نظام كما نقولوا حنا سوليد يعني بزاف سوليد، انه نظام نقدر نقولوا عليه هنا اني، يعني كل المعلومات اللي تجيك واللي تخرج وكل حاجه انيه، والمواطن عنده الحق انه يبدي الراي تاعو من التطبيق نفسه، اذا كان الخدمه عجباته يكليكي عجبتني، ما عجباتوش يكليكي ما عجبتنيش. يعني اثبت نجاعته راك تشوف هذا التطبيق سيد عبد؟ لا بروف دوكا بعد ولايه. شحال عندكم اللي بديتوه؟ عندنا دوكا واحد 6 موا. 6 موا اثبت نجاعته الان؟ بعد 5 سنين من الخبره، من الخدمه عليه. تحدثوا على 5 سنين من الخبره. هو بيان سور اثبت نجاعته دوكا من ولايه بومرداس اون باسي لولايه بويره. راح نتحدثوا على هذه التفاصيل، تفاصيل 5 سنوات من التحضير لهذا التطبيق، وراح نروح نشوفوا هل سيعمم في عبر التراب الوطني ام لا. نروحوا لدنيا بن سخريه، دنيا ايضا مريقلة سيد العابد. دنيا انت رائده اعمال وراكي تساهمي في تدريب رواد الاعمال، كيفاش بديتي هذا المشروع؟ بناء على واش بديتي هذا المشروع؟ طيب انا اكاديميتي اسمها دنيا، اكاديميه دنيا للتدريب، انا اكاديميتي مخصصه للنساء فقط، وفكره المشروع من البدايه انه نساعد النساء كيف توازن في حياتها. شوفي احنا خلقنا رب العالمين رجل ومراه، وخلق المراه بانوثتها والرجل عطاها العصمه برجولته، ولكن مؤخرا واش لاحظنا انه النساء حبت تتحرر، حبت تتغير هذه الفطره اللي تخلقنا على جالها. الوغ كو انا المراه كي تجي لعندي نرجعها للفطره الاساسيه اللي تخلقنا عليها، كيف تعيش انوثتها على فكره بامتياز، وهنا الذكاء والفطره نتاعنا، وايضا نساعدها كيما تصلح حياتها الشخصيه، ايضا كيف تطلق مشروعها. هذه هي بالعموم فكره الاكاديميه. يعني هو يقتصر فقط على المراه؟ يس. وفاش تتمثل اغلب ربما التوجهات او التخصصات اللي تجيديها المراه وتحوس انها يكون عندها اثبات جداره فيها؟ شوفي تخصصات مختلفة، ولكن مؤخرا أغلبية النساء يحبوا المشاريع اللي عندها علاقة بالخياطة وبالحلويات أو التعليم، لأنه عموما هذه هي المهن اللي المرأة تكون مرتاحة فيها وما يكونش عندها مشكل مع العائلة أو الزوج، خاصة المناطق المحافظة. مشاريع مقبولة في 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 الأسرة وفي المجتمع. بالضبط، لأنه المشاريع الأخرى فيها مثلا المرأة لازم لها ديبلاسي بزاف، ولا أمور مثلا احتكاك بزاف بالرجال، ما يفضلهمش النساء، ولكن هذه هي المشاريع الناجحه. وعلى فكره الان انا راني نرافق في بزاف نساء الان من سنوات، ودنا نجاحات كبيره، وراني نرافق في الاف النساء سنويا، والحمد لله يعني قدرت نساعدهم سواء على الصعيد الشخصي ولا المهني. في الصعيد الشخصي انا نعلمها مجموعه من المهارات، كيف تحب نفسها، كيف تكون واثقه، كيف تعرف تحكي، كيف تدير شخصيه، كاريزما، ومهاره القياده اهم مهاره اللي هي كيفاه تمشيهم كامل كيف تحب هي. دكتور سيد العابد، سيد العابد وقاعد يتامل ويشوف. سيد العابد واش رايك في هذا النوع من المشاريع اللي لربما تشجع المراه اكثر وتعطي لها لربما اثبات لجدارتها اكثر من انها تبقى مجرد امراه ماكثة في البيت تؤدي المهام اليوميه؟ والله المراه ما عندنا ما نقولوش نكسر شويه القاعده، لازم يشاركنا الرجل الدنيا. هذا الراي كما قالت هي، قالت الراجل عنده بلاصتو والمراه عندها بلاصتها، كما نقولوا حنايا واحد المثال يقول له كمشي نتن ما نجوش حنن، كمشي حنن ما نجوش نتن. الوغ انا ان كومبليمون شاكان كومبليت لوتر، نتا يقعد توجور توجور. انا لي انا خاصه يعني نتمنى للمراه انها كما تقولوا حنا تدخل في المجالات وتتعلم وكل حاجه وكذا، مي تحافظ توجور على الطابع الانثوي تاعها والطابع. يعني تتفق مع دنيا في الحفاظ على المراه انه تحافظ على انثويتها رغم تعدد المشاريع او كبر المشاريع اللي راهي تجسد فيها. سي لا ميم شوز ميم للراجل، ميم للراجل انه يحافظ على رجولته حتى في اي ظرف من الظروف. لان يعني نشوفوا الان كاين اختلالات شويه، وشفناها في المجتمعات كاع الاوروبيه، وحتى الان كاين اختلالات في المجتمعات تاعنا اللي ما لي زيفي سيكوندير تاعها راح يكونوا اغريسيف بالوقت. تبان لنا بلي درك الامور واضحه وحلوه وتعجبنا باسكو سي نوفو سي نوفو،
مي ابخي كالكو زاني لو كان نشوفوا برك معناتها بعض الاسقاطات نشوفهم يجونا من بلدان واحد اخرين اللي تعاملوا بالمنطق هذا بالطريقه يعني شويه يعني ما طاش الفوليوم تاعها. الفوليوم لازم يكون محدد لانه نسبه الخطا هنايا لازم تكون محدده. كان في بعض الاحيان نقدروا مثلا نقولوا اذا اعطينا مثال انه كان بعض الاشياء ولا بعض المواضيع انه نسبه الخطا تكون فيها زائد 10 ناقص 10 ما كاش مشكل. بصح بعض الاشياء وين تكون فيها لي رولاسيون اومان ماكسيموم بلوس ان موان زان باش الناس خاصه لا رولاسيون اومان يعني وخاصه بين الجنسين وخاصه انك تتعرف بوحده مثلا نقولوا زوجه ولا اللي ما عاشتش معاك وماهيش من لي كوتيم تاعك ومشي نفسها. الوغ تجي للدار ولا انت تروح كما تبني معها بيت ولا الوغ تستنى منها اشياء وهي تستنى منك اشياء، اذا ما كانوش مرتبطين وكانوا عندهم يعني كما حنايا نسبه من الخطا تكون ضئيله، هنا يصيروا لي كراش حنا نسموهم تصادمات وين ممكن يصيروا مشاكل اكثر من حنا نقولوا مشاكل كبار، حنا نعرفوها في المجتمع كيفاش تصير نسبه الطلاق كبيره، هذا مشكل تاع المفهوم لان يعني الانسان كي يخرج من القوقعه تاعو ما لازمش يطول بزاف، صح. يخرج باش يطل ويعاود يولي. صح. كاين ناس نحات كاع القوقعه وكملت نحكوا الرجال ولا نسى كيف كيف. الوغ شويه نظن الاستاذ اي فيلم اي راهي جميل مارست المهنه هذه يا اكيد انه كان عندك دنيا العديد من النساء المقبلات على هذه المشاريع بناء على واش؟ على اي اساس تم اختيار هذه المشاريع باش يكونوا فيها؟ شوفي كل وحده والاحتياج تاعها، شوفي كاينه مثلا وحده تكون قرات وما قدرتش تلقى خدمه في هذاك التخصص نتاعها وانا وحده من هذه القصص على فكره، لانه انا تخصصي على فكره انا انجينيور نيدغوليك ولكن غيرت العمل نتاعي كامل عجلت الاسره نتاعي على فكره، لانه حبيت نعمل عمل نكون فيه قريبه من ولدي ونقدر نربيه بطريقه صحيحه. كاين اللي عندهم هذا السبب وكاين اللي تبحث فقط عن المال، يعني اسباب مختلفه، ولكن شوفي انا دائما نركز في الموضوع انه نحافظ على فطره المراه، نعلمها كيف هي تبقى انثى حقيقيه، بصح في نفس الوقت نعم تنجح وتدير البروجي تاعها. يعني حتى المراه ما تقدرش تتنقل اليوم، تقدر ما تتنقلش من بيتها، تخدم من 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 بيتها عن طريق الهاتف عن طريق افكار مليئه. اسكو راكي تشجعي مثلا في هذا الاطار واش راكي تعملي في هذا الاطار بالضبط؟ اشجع جدا لانه انا اول ما بديت مشروعي هكذا على فكره. شوفي اول خطوه في بناء المشاريع بديتي مشروعك دنيا اول خطوه شوفي تعلمت اوكي درت ماجستير في اداره الاعمال وين؟ درت في دبي. شوفي لما تعلمت واش تعلمت؟ فهمت بلي لازم لي بزاف نتعلم امور في الاداره، في التسيير، في التسويق، في اداره فريق العمل باش نقدر اصلا نخوض هذا التجربه. واول تجربه قمت بها هي على فكره درت مشروع صغير ان بوتيك اونلي كنت نبيع فيها المكياج. انا من محبي الميك اب بديت به وبه رمز جمال المراه. نعم. وجمعت به على فكره راس المال وقدرت به نفتح اكاديميتي بعد على فكره اقل من 6 اشهر. في ما يخص العراقيل سيد العبد 5 سنين باش بديتوا التطبيق وباش اليوم وصل انه يكون على ارض الواقع وان شاء الله نشوفوه مجسد على كامل التراب الوطني. كيفاش كانت هذه ال5 سنين تاع هذا التطبيق؟ والله احنا عندنا 15 سنه في الدومين هذا في العمل هذا في الشركه مؤسسه من 2008 متخصصه في المجال هذا مجال الرقمنه وكل شيء. ال5 سنين هذه منين بدينا نشوفوا المشروع هذا كيفاش حيكون. هي عادي نورمال ما نقولوش عراقيل، هي ما كاش حاجه هي لازمها دراسه عادي، ولكن في الدراسه لانه المجال هذا الموضوع هذا بالذات تاع النفايات وما شابه الاصل فيه انه معقد حتى في الدول المتقدمه حتى الدول المتطوره، فبالتالي يبدا التعليم عليه من لاكراش من 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 الصغر من الصغر كبير انه كيفاش يتعاملوا مع القاذورات و و و باش الانسان يكبر على هذاك الشيء باش قدروا يتحكموا شويه. مي يقعد توجور لا ديرنيغ فوا مام كان في لافور انترناسيونال اللي دارت ريسامون كانوا معنا دي كوريان اللي هما يعتبروا احسن كوريا رائده في مجال رائدة. عالم النفايات والسفير الكوري وحتى الخبراء اللي جاوا لهنا للجزائر تكلموا عن الموضوع انه يعتبر من المواضيع اول شيء الحساسه، ثاني شيء من المواضيع الصعبه جدا وانها متجدده وقادرين هما اصلا يبحثوا عن الحلول. فاحنا لقينا باللي الدراسه اللي درناها علاش طولنا كل حاجه ما حبيناش نديروا حل اللي هو موجود عندنا جميع الناس، حبينا نخرجوا حل يونيك
يونيك يعني عالمي ماشي يونيك غير الجيريان ويخرج من الجزائر ان شاء الله وخرج الحمد لله وباين وكذا. هما عندهم الحلول تاعهم يديروا امكانيات اكبر من الضخمه اوكي ويديروا قوانين جدا مشده. مثلا انه كان لافتات مثلا تمشي في اي في البلدان كما نقولوا امريكا ولا تلقاي لافته توصل حتى ل 1 مليون دولار لو كان ترمي اي حاجه من طاقات السياره تاعك. صحيح عادي. حتى يعني الاستحمام مثلا شفت مؤخرا في معلومه انه في اليابان الاستحمام في مسبح سواء في فندق او حتى في مسبح خاص الاستحمام فيه يعني لما تقوم بتصرف مجرد تصرف مسيء فانت لربما تطرد من وتبقى لك تبقى لك مثلا اذا كانت عندك جواز اذا كان عندك جواز سفر فيبقى مونسيوني في الباسبور لمثل هذه التصرفات. فبالتالي هما الاشكال هما هذا يعتبروا اشكاليات يعني باش نكونوا واقعيين لانه الان يصير الانسان يحس روحه تحت الضغط. الضغط تاع التيكتس كما نسموهم حنايا لي بروسي مثلا تروح لاوروبا اي شيء ديريه تيكت تيكت بروسي 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 وين الانسان قادر ينسى الانسان قادر كذا وكاين امور وكاين الناس اللي يديروا ايميغريشن يدخلوا لبلدان جدد ما يعرفش القوانين تاع البلاد الو قبل ما يرفض راسه يكون ديجا شبع التيكت ويعود خايف. حنا بون كنا في الخارج عايشين وكل حاجه وشفنا هذه الوضعيات مع الناس اللي جونا جدد نشوفهم باللي واش ندير واش ما ندير غير يسقسي باسكو كي يضربوا التيكت الاولاني ولي تيكت تاعهم نحكيو هنا غير ب 500 دولار غاليه التكلفه 500 دولار 500 اورو طلع ما كانش دي تيكت تاع 5 10 ما تزيدش عندهم خاصه في هذا المجال تاع البيئه بزاف متشدين فيها. حنا المشروع تاعنا حبينا لا ما نديروش هكذا كاع كومبليتمون اون سو باس با سور لي تيكت اون سو باس با سور معناتها نضغطوا على العموم تاع الشعب تاعنا الطيب الجميل اللي نحبوه بزاف اوكي. حبينا جزائري اجتماعي بطبعه رائع شاب جزائري رائع ما نقول لك رائع جدا وانا عنده معزه عندي خاصه وانا منه زعما نشكر فيه بصح انا جزائري عنده معزه خاصه عنده لكن نحتاج لو حبذا لو كان تكون فيه ثقافه مشتركه للمجتمع الجزائري وين ما نشوفوش هذه السلوكيات اللي راهي اليوم تاثر كثير على مجتمعنا وحتى على شواطئنا اللي ما تخليناش لربما نقضيو نشوفوا الاحياء كلها مثلا ماذا بينا كان نشوفوا احياء جميله شواطئ جميله مسابح جميله اماكن نظيفه. احنا واش نديروا هنا؟ هذا هو الدور تاع النخبه. اوكي؟ لذلك انا توجور نتكلم حتى في الاطار العام وكل حاجه مع كي نتلاقاو مع ناس من الحكومه ولا نحكي توجور نقول لهم فعلوا النخبه فعلوا النخبه خلي النخبه تبان حتى النخبه تجي من شوف اللي سلقيم لك البلاد هي النخبه. الان احنا لو كان نتكلموا عن النفايات، النفايات تعتبر كنز ضائع لانه احنا لو كان نتكلموا نقولوا مثلا مثال لو كان نقولوا المجتمع منطقه ما الكلفه المعيشيه تاعها 100 مليون دولار اعرفي باللي النفايات اللي عندها راه ما حش تقل على 30% 30% هذه احنا المشروع تاعنا اللي دوك نطمحوا ليه ورانا رايحين ليه بعيد لانه كل المشاريع لازم تروح نقولوا حنايا حلقات. الحلقه الاولى اللي هي انه نجمعوا النفايات من بيت زنقة بيت هذا نحوسوا عليه اول شيء كمرحله اولى انه الشركات تجمع النفايات وكل شيء لان عندهم دي مناطق الرسكله موجوده وماكينات وتجهيزات متطوره. الان نحبوا نقضيوا على ظاهره وجود القاذورات في الشوارع وخاصه الشوارع العامه وكوا حتى الشوارع نقول احنا بعض الاحيان الشوارع الرئيسيه والشوارع ولا الاحياء الراقيه نصيبوا فيها هذا المشكل هذا خلينا نسموه مشكل. الان نقضيو عليه كيف نقضيو عليه انه المواطن هو بطبعه ما يحبش يفسد تو في نورمال مي كي ما يسيبش الحل ما كاش حل. الوغ لقينا باللي كان ان ديزوردر ما بين لو كوليكتور اي لو بروديكتور لو كوليكتور تاع ديشي ميناجير لو بروديكتور. حنا هذيك الحلقه المفقوده ربطناها اليوم ولا الكوليكتور يتكلم مع البروديكتور الكوليكتور يتكلم معه والبروديكتور يرجع عليه اوتو ريال لايف. يعني نقدر نقول حنايا بنينا لهم رقمنا ومجتمع رقمي موحد يعني حطيناهم كاع ايتيك دون اون سول بلاتفورم. هذا عنده ابليكاسيون اب في من الاب ستور والاخر عنده ابليكاسيون ويب في الويب تاعو ثانيك عنده قدرات رائعه كيفاش يجهز الامكانيات تاعو باش يتنقل باش يقوم بهذاك المهمه تاعو. والان هادو من اللوجيسيال حنا نسموهم سي دي لوجيسيال اد على بريز لا ديسيزيون يعاونوا في اتخاذ القرارات
حتى لو كان هو غافل اللوجيسيال ولا لو سيرفور ينبهوا قال نو ما تقدرش تروح منا باسكو هاو ماشي لوجيسيال عادي ماشي يعني احنا اعتمدنا على الاتمته اوكي الاوتوماتيزيشن واعتمدنا على الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي. ان شاء الله نشوفوا هذا التطبيق ان شاء الله معمم على مستوى التراب الوطني 58 ولايه والله غير هو كيما نقولوا حنايا في تفكير هو لازم هو بطبيعته لازم يكون نقول لك انترناسيونال مش ميبا ناسيونال مش ميبا ولايه الجزائر او حتى ولايات هذا يعتبر هذا مشروع حنا خدمناه الانترناسيونال حنا كي الدراسه اللي درناها ما درناش برك على الجزائر درنا على واش صاري في لو موند اونتي ان شاء الله لا ديرنيغ فوا تكلمنا مع لاين دي لاجونس ناسيونال دي ديشي تكلمنا ثاني نشكروا ثاني وزاره البيئه اللي استقبلونا على اعلى مستوى وطرحنا لهم مشروع عجبهم رائع كل حاجه لاين دي اللي هي لاجونس ناسيونال دي ديشي استقبلنا المدير العام تكلمنا معاه وفتحنا معاه كاع المواضيع وان شاء الله اللي كتب ربي راح تكون فرصه لنا احنا باش نروحوا لايطالي ان شاء الله في شهر نوفمبر ان شاء الله باش نبرزوا هذا المشروع تما عندهم الوغ حنا والفنا انه اشاك فوا كيجونا لي زيكسبير نقول لهم ديما واش عندكم اعطونا واش عندكم عندنا احنا شغل احنا عندنا مشاكل انتم حلوا لنا مشاكلنا الان ان شاء الله راح تكون احنا نقلبوا شويه نروحوا نوليوا احنا نقول لهم احنا واش عندنا كيما واش عندكم انتم تبادل الخبرات هنا يسموا تبادل الخبرات دوكا هو كيقدم لي الحل تاعو انا كابابل دوكا نزيد نقدم له حلول واحده اخرى اللي هي حلول على مستوى جدا عالي ماشي رقمنه بسيطه اكيد هي حلول ناجعه ومجسده على ارض الواقع باذن الله دوكا يقعد لنا حتى السلطات العموميه ماشيه معنا مليح وكل حاجه وحنا ما نقدروش نروحوا رابيدمون بلوس كو سا ما نقدروش لانه في اطار هذا رانا نخدموا معاهم او ميم طون راهم يزيدوا يبانوا لنا امور تقنيه بسيطه. طيب قبل ما نختموا كاش فاكونس مسيو العابد؟ والله با بور لو مومون. ما كانش. عندنا ضغط كبير في العمل. هل فيه توجه او وجهه سياحيه محليه مثلا تفضل انك تروح تقضي فيها العطله ان شاء الله؟ والله ما خممتلاش. اكيد يعني لو كان عندك الوقت وش من بلاصه تقدر تخيرها؟ جيجل. جيجل. والدنيا؟ صراحة لا أفضل السياحة الداخلية لا يعني حتى لا نقصي مناطقنا الجميلة أنت أكيد أنه شفتي كامل التراب الوطني وشفتي أيضا الخارج لكن لو تتاح لك الفرصة باش تفوتي لي فاكونس وين تقدري تفوتيها؟ هو صراحة كيما أنا في الصيف ديما نكون في بومرداس بزاف نحب الشواطئ نتاعها لأنه نظيفة ومحترمة والطبيعة جميلة جدا ونرتاح نفسيا فيها بزاف هي المفضلة عندي. طيب من السياحة المحلية إلى السياحة العالمية واليوم راح نتحدث على ماليزيا التي تعتبر من أشهر الدول حول العالم اللي تمتاز بطبيعة الخلابة والساحرة إضافة إلى النقلة أو التطور الحضاري اللي خلاتها تجذب أنظار العالم وتتنوع فيها العادات بتنوع العادات والتقاليد في ماليزيا كما قلت نتعرف على بعض الأماكن السياحية في ماليزيا ولنا عودة. إذن كنا شفنا بعد هذا الفاصل كنا شفنا ماليزيا سيرين صباح الخير نرحب بسيرين سيرين ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخير سيرين صباح النور أهلين وش راكم لاباس الحمد لله سيرين كنا شفنا ماليزيا لو كان يعني تتاح لك الفرصة وتاخذي عطلة قبل ما نبداو نحكيو على مشروعك لو كانت تتاح لك الفرصه وتدي عطله واش من ولايه من الولايات الساحليه اللي تروحي لها؟ الولايات يعني سقسيت المتابعين تاعي قلت لهم واش تنصحوني كاين اللي قالوا لي سكيكدا الشرق وكامل وكاين اللي قالوا لي الغرب
مستغانم وهران. لكن انت وش تفضلي؟ يعني حبيت نتعرف عليهم يعني في حياتي. ولا رحت لسكيكدا ولا الشرق؟ رحت للشرق ولكن سكيكدا كعطله ما رحتش، وفي الغرب ما رحتش، رحت الجيجل بوكو بليس، يعني رحت مناطق بصح مانيش عندنا يعني مناطق خلابة. ما شاء الله الجزائر يعني غنية سواء على الساحل او حتى في المناطق الداخلية وفي صحراءنا الكبيرة، العالم كله في الجزائر. يعني الحمد لله انه عندنا هذا التنوع في التضاريس والتنوع الجغرافي. ننوه برك سيرين انه سيرين مؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشطه بكثره. سيرين وش رايك اليوم في المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما راحش نحكي على المحتوى اكثر منه، لكن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن المشاريع الناجحه والمربحه والمدره للارباح. نعم، بالنسبه للمؤثرين شاهدنا مؤخرا انه جميع من انه اللي يطلع في مواقع التواصل الاجتماعي ولانه يعود عنده نسبه مشاهده او عنده مجتمع يتبع فيه يدير مشروع، يعني وهذا الشيء حاجة جميلة، يعني حاجة تحفز الناس أنهم يتجهوا للمشاريع أكثر من أنه يخدموا في شركات أو يعني لكل مقال مقال في كل شيء عنده محل تاعه. ولكن المؤثرين حاليا يعني يشجعوا للمشاريع وذلك أنهم ينشروهم في صفحاتهم، ولا أنا من بينهم نحب أنه المشاريع يبعثوا لي المنتوجات تاعهم ونوريها أو نسوق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تاعي. طيب سيرين، هذا المنتوجات اللي راكي تروجي لها مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، هل انت مؤمنه بهذه المنتوجات اصلا؟ كاين اللي راهو يسوق المنتوجات وهو ممكن ماهوش مامبا مجربها، يعني لما تطرح الاغلب من الاسئله على هذه المنتوجات، هذا الترويج لهذه المنتوجات اليوم اصبح مدير للارباح اكثر منه نجاعه. هل راكي تشوفي فيه انه منتوجات مفيده يعني لازم تسييهم قبل ما تروحي تروجي لهم أم العكس؟ نعم، سؤال بزاف نحب هذه الأسئلة. هي شوفي الأخت، أنايا كي بعثوا لي منتوج مثلا ألبسة ولا تبان على برا لا فينيسيون، تبان هل الجودة تاعها مليحة لا لا، يعني تماك تلبسيها تشوفيها تقيسيها تقدري أنك توريها. يعني كي نحكي على روحي شخصيا، أنايا كاين منتوجات اللي أنا نشريها أقتنيها، كي تعجبني الفكرة ويعجبني المنتوج وتعامل رائع صاحب الصفحة أو صاحب المشروع نروج لها بدون اي مقابل، يعني نهضر عليها ونقول لهم هاي الصفحه، حتى يعيطوا لي في الهاتف يقولوا لي اي ما كناش على بالك انت مؤثره. او وكاين بعض يعني اللي نديروا لهم اعلانات بمردود مادي يعني بمبلغ مادي، صراحه انا شخصيا نجربها. كما قلت لك كاين البسه اللي الجوده تبان على برا، يعني تقدري على برا تحكمي. مؤخرا كاينه انسان يعني صاحب مشروع للالبسه بعث لي هاك حوايج ماشي جوده يعني في التوصيل. طيب سيرين، كيفاش تقيسي الجوده؟ كيفاش تقيسي التاثير؟ صح. كيفاش تقدري تعرفي انه هذا المنتوج مثلا عنده تاثير؟ وكيفاش تقدري تعرفي انه عنده؟ هي المنتوجات تختلف عبر الاصناف، كاين مثلا حفايس اللي تجربيها في جسمك يعني طويله المدى، تجربها طويل. لا قصدي تاثيرك على المشاهدين المشاهدات او المتابعين والمتابعات، لانه علاش؟ حنا نشوفوا انه التاثير اكثر منه من خلال التعليقات، من خلال اللجام. كيفاش تقدري تقيسي انت التاثير؟ كيفاش تقدري تشوفي؟ انا نعرف التاثير من التعليقات من الناس اللي التقيهم برا. اصلا كي جيت لهنا احنا رانا في هذا المكان لقيت متابعه تاعي حشمت انها تكلم معايا، ومتى هضرت مع بنتي قالت لي نوتيلا، قلت لها عرفتيني. يعني هذه برك اني تلاقيت بها برا ولا وشافتني في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا تاثير فقط. ثاني في التعليقات تقدري تقيسيها، في التعليقات تقدري تقيسيها في الناس واش يتحدثوا عليك في المجموعات الفيسبوك او في الصفحات او في الرسائل. طيب بيناتنا يعني حتى نكون اكثر وضوحا، لما انت تروجي لي منتوج من المنتوجات شحال مثلا تقدري تاخذي عليه مقابل؟ شوفي قبل ما نحكوا على المقابل نحكوا على نوع المنتوج، هذه النقطه اللي ما كملتها لكش. كي نهضروا مثلا على كوزميتيك شامبو ولا باش انا هذا نقدر نهضر عليه لمتابعاتي، اول حاجه لازم نكون جربته، باش نكون جربته يعني ياخذ لي مده. هذه المده انا كي نوري حاجه المتابعات تاعي يروحوا يشروها. اشترطي انك تجربي المنتوج قبل ما تروجي له؟ لازم.
ويقول لهم في الشرط. نعم كيفاش مثلا انا الشرط اصحاب المشاريع ندير لهم شرط ونقول لهم منتوجك الى جاني وما عجبنيش يرجع لك مع اموالك اذا كان فيه مقابل. بيان سور لم ارى هناك سلبيات على العكس شفت ايجابيات. زوجك متقبل لهذا التفتح؟ نعم هو ما نقولوش تفتح انفتاح على الحياه الخاصه. شوفي فهمك حاجه الحياه الخاصه عندها عده معاليم وعندها عده كما يقولوا دي باغامتر حدود صحيتي عده حدود وعده مجالات. يعني في الحياه الخاصه انا وشفتي في خمس دقائق ماشي هي الحياه الحقيقيه اللي راني نعيشها. أكيد. انا راني نشارك حياتي الحقيقيه بيان سور ما رانيش تسييف ولا وهذيك. يعني كي تشوفي فيديوهاتي راح تلاحظي هذا الشيء. يعني واش راني نعيش نبارطاجي كنت سعيده وما كنت حزينه نبارطاجي الحزن. ولكن من ناحيه تقبل المجتمع او من ناحيه حنا واش رانا نشاركوا يعني هنا الخصوصيه كي نفتحوا قوسين على الخصوصيه كل واحد وين يشوف الخصوصيه. كاين الناس اللي اصلا كي تشوفك بينتي الوجه ديالك هنا ديجا تقول لك راحت الخصوصيه فهمتيني هنا تولي شخصيه عامه تولي شخصيه عامة. لا راني نفهمك انه حنا كمجتمع تعريف الخصوصيه عندها عده تعريفات بالنسبه للاشخاص. معناتها انا كي الخصوصيه بالنسبه ليا كاين ناس كيشوفوني غير بينت وجهي برك فقط يقول لك بينت حياتها فهمتيني. على العكس اني ما بينتش صوالح اللي لازم ينقال حسب اعتقاد المجتمع. قصدك ماشي كامل من المجتمع فئه من المجتمع. يعني كل فئه واش تشوف الخصوصيه واش تترجم الخصوصيه. طيب خلينا في التاثير الايجابي ونتحدثوا على التجاره المربحه اللي هي خوض غمار مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الترويج لمنتوجاته. سيرين مثلا شحال يخلص مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي على مشروع على ماشي مشروع لكن على ترويج لمنتوج معين. نعم شوفي باش نفهمك نقطة. أنا كمؤثرة راني في اليوتيوب منصة اليوتيوب ناشطة وشوية في منصة الانستغرام. السعر لترويج المنتوج يختلف من الانستغرام لليوتيوب. اليوتيوب أقل سعر بارابور الانستغرام. زعما نحكوا على علاش هذا الفرق في التكلفه علاش يعني هي علاش خاطرك الشركات بصفه عامه يشوفوا انه ربح راه في الانستغرام. معناتها المؤثره في الانستغرام كي تقول له اعطي لي 10 ملايين يعطيها 10 ملايين بلا ما يشوفني منه ولا من. ولكن كيما انا يوتيوبرز كون نقول له مد لي 10 ملايين يقول لك بزاف خاطرك علاش ما يشوفش انه الترويج في اليوتيوب ما عاد على عكس الانستغرام هكا. بالنسبه الترويج كل ما كانت الفيديو كل ما كان الفيديو قصير ويؤدي معنى اكثر منه فيديو طويل وفيه تفاصيل. شوفي في المحضر اللي رانا فيه نوجه معلومه لكامل اصحاب الشركات والمشاريع اللي حابين يروجوا لمنتوجاتهم. اليوتيوب هي افضل منصه لنشر المنتوجات على انك ديري فيديو الفيديو يبقى ويشوفوه الناس ويزيد يطلع في المشاهدات. الانستغرام يبارطاجي ولا يشاركوا يومياتهم عبر ستوريات، ستوريات 24 ساعه تروح وهما اغلى اجر معناتها يطالبوا بمبالغ كثيره فهمتي. ولكن نعاود ونقول انه المجتمع اللي ولا الناس اللي تشاهد الانستغرام لا علاقه بالناس اللي تشاهد اليوتيوب. جمهور مختلف. جمهورين مختلفين. جمهور الانستغرام ناس صغار تلقاهم على عكس اليوتيوب ناس كبارات عندها اطفال عندها احفاد. انا نتلاقى في التعليقات ونتلاقى في برا مع ناس كبارات. حتى الفتره الزمنيه لليوتيوب نعم. أطول. وتقدر تعاود تشوف الفيديو وقت ما تحب. تعاود تولي له معلومه قلتي لها تعاود تولي لها على هذه. معناتهم انا كنوري لك هذا الكاس كاشهار انت ماشي بصيف تحيتش ليه دوك تحيتش ليه على عام عامين. يعني ماهوش حيكون رد فعل اكبر بارابور الانستغرام 24 ساعه لازم دوك ديري طلبيات تاعك. طيب مازال ما جاوبتينيش على السعر. على الاسعار قلت لك يختلفوا مثلا كيما نحكي مثلاً. لك انا في اليوتيوب مثلا اليوتيوبرز على حسب عدد المشاهدات على حسب عدد لي زابوني نقولوا هكاك في منتوج ولا 500000 800000 مليون اقصى حد مليون ونص. اقصى حد اقصى حد. هل كيفاش يعتبر السعر؟ السعر تحسبي على حسب على حسب المشاهدة. عدد المشاهد نسب المشاهده. شوفي هو السعر ام تكون على حسب مثلا نسب المشاهده ام لا يراعى ام لا تراعى نسب المشاهده؟ لا هو على حسب نوع الجمهور ونسبه المشاهده. هي الناس تروح تشوف على حسب عدد المشتركين لي زابوني. غلط انا نقول لهم غلط بحكم راني في المجال. الناس لازم تشوف المشاهده. اذا كانت عندك مليون متابع وعندك المشاهده 30000
ماشي كيما وحده عندها 100,000 متابع و100,000 مشاهده. يعني اللي عندها 100,000 متابع خير من اللي عندها 1,000,000 متابع. هكا كي نروحوا الانستغرام، الانستغرام المؤثرين الكبار ولا كاين بزاف، يعني رانا شفناها في مشكله الطلبه ولا، يعني خرجوا ارقام تاع 100 مليون 500 مليون 300 مليون. انا كانت لاول مره نسمع بهذه الاسعار، فهمتيني؟ ولا بهذا الانستغرام في ستوري شحال تخلص على ستوري؟ انا اللي يومنا هذا مازال مانيش نخدم انستغرام، يعني شوفي في اليوتيوب مره على مره ندير اعلان، مره في الزمان، ولكن انستغرام ما نعرفش، ما نقدرش نعرف نقول لك. ستوريات يقدروا يديروهم مثلا الله اعلم، يقدر الله اعلم، ما نقدرش نقول لك حاجه انا اللي ما خدمتهاش. يعني يختلف السعر من بين على حسب، يختلف السعر على حسب، يعني شوفي كنت روحي تسقسي مؤثره في الانستغرام، كنت روحي تسقسي مؤثره في الانستغرام يمكن تقول لك الاسعار. علاش انا ما رانيش خادمه معاهم؟ ما راكيش مؤثره كثير وما كيش ناشطه كثير على الانستغرام. انا يعني لا اعتمد على الانستغرام في المدخول الاشهاري ولا الاعلاني. يعني انا مؤخرا وين عدت ندير اعلانات مموله، وماشي قلت لك ماشي كامل الاعلانات اللي نحطها في قناتي ولا تكون مموله. واش تنصحي مثلا ربما اللي حابين يروحوا لهذا العالم وحابين يكونوا فيه وحابين ينجحوا فيه باش يختصروا الطريق بلا ما يروحوا مثلا للتشهير بحياتهم مثلا الخاصه؟ شوفي انا نفهمك نقطه، احنا الجزائريين بصفه عامه احنا كمجتمع ديما نروحوا نشوفوا الدراهم شحال نخلص، راه يخلص ونروح لهذاك المجال وننساو انه المجال اللي لازم ديريه لازم ديريه بحب وبصدق. الانسان ما ينجحش في اي مجال الا لم يكن صادق. هذا لا يمنع انه ما كاين مؤثرين ناجحين وماشي صادقين، ولكن الصدق راح يدوم والنجاح تاعك راح يدوم، ما تكونش كشعله وانطفت، فهمتيني؟ نصيحتي للناس انه الا انتم تحبوا هذا الشيء وتحبوا انكم تشاركوا يومياتكم، ماشي تشاركوا يومياتكم انكم تدخلوا خصوصياتكم، انا الهدف تاعي اني نشارك المراه الجزائريه بمعلومات انا مثلا ما نعرفهاش. مثال كاين فيديو الولاده، فلوغ الولاده شاركته في اليوتيوب، كاين الناس اللي كانوا قولي 80% مؤيدين للفيديو هذا وكاين 20% كانوا معارضين. ال 20% قال لك خصوصيه، احنا عيب انك تحطي هذا الفيديو، عيب انك تحكي على الولاده، ولاده حاجه طبيعيه كامل نعرفوا الولاده. ولكن المؤيدين واش قالوا لي؟ وانا منهم، انا كي رحت نولد بديت نحوس على ان انسان ينصحني ما عدا الاخوه، يعني انا عندي تجربه الاخوات ولكن نساو خد اخرات ما عندهمش تجارب الاخوه ولا ما لقيتش. شكون ينصحك؟ شكون يوري لك هل العيادات الخاصه ملاح، المستشفيات ملاح؟ يعني انا شاركت هذه التجربه بكل صدق، وكانت لي اول مره يمكن انه في الجزائر انه ندخلهم حتى لغرفه العمليات، يعني يدخلوا معايا المشاهدين تاعي لغرفه العمليات. انا هذايا الهدف تاعي منه اني نعطي الانسان خبرتي ولا المراه الجزائريه واش انا تعلمت ولا واش انا نعرف، نبارطاجي الخبره تاعي. مثلا الان كي راني في التربيه راني شارك روتيني مع بنتي، راني كيفاش راني نعتمد على الحليب ديالها، هل الرضاعه طبيعيه ام صناعيه، الاكل تبداوه لا لا، وشنو الالعاب اللي راني نلعبها مع بنتي. طيب واش هي الاضافه اللي درتيها ولا اللي زدتيها على مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع؟ صح، الحاجه اللي يقولوها لي بزاف، يعني ما نقدرش نقولها لك انا، يقولوها المشاهدين، يقولوا لي انه نحسوك انسانه حقيقيه متواضعه غير وتعيشي مصطنعة. ايه وتعيشي الحياه اللي رانا عايشينها، لانه اختي خمسه واش راهو صاري في المواقع التواصل الاجتماعي؟ مثلا انا رحت ندير روتين تنظيف، احنا في الجزائريين كي نجوا ننظفوا غير كانت الحاله مكركبه، كي تروحي تشوفي المؤثرين تلقاي الحاله شابه وراه يسكن فيها. انا لا تدخلي للقناه تلقاي الحاله مكركبه، يعني يجوني انتقادات يقولوا لي انت دائما دارك مكركبه، ولكن الحقيقه نقل الواقع كما هو، نقل الواقع كما هو. انا حالتي مكركبه نروح ننظفها، ماشي حالتي نظيفه نروح نعاود ننظفها. طيب سيرين نشكرك كثير على حضورك معنا اليوم. شكرا. ان شاء الله تقدمي اضافات في المستقبل ان شاء الله للمراه وللمجتمع بهذا النشاط اللي يومي على مواقع التواصل الاجتماعي. سيرين سقسيك مادام راكي في حدود بومرداس، العنب كي تاكلي العنب هذه الايامات؟ انا ناكلو في موسم العنب. ما شاء الله رائع. بصحتهم كامل وبصحتنا كامل، يعني احنا كجزائريين. سيرين احنا راح نتحدثوا اليوم على فوائد العنب وكيفاش، ما الذي ينصح، لماذا ينصح بتناول العنب؟ العنب هو
أغنى الفواكه على الإطلاق، له فائدة ومردودية ودور فعال في بناء الجسم وتقويته وترميم أنسجته وعلاج الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى قدرته على الوقاية من العديد من الأمراض. الفيتامينات نجد فيها العديد من المعادن، فهو يحتوي على البوتاسيوم والكلس والحديد وكذلك المغنيسيوم والعديد من المعادن المهمة لجسم الإنسان كالسكريات والدهنيات. العنب يقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائه على تراكيز كبيرة من مادة ريزفيراترول التي تساهم في التحكم بمستويات الكوليسترول في الجسم، وكذلك يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين والوقاية من فقر الدم لأنه يحتوي على نسبة هائلة من الحديد، هذا بالإحلية. كذلك العنب مهم جدا لصحة البشرة والجلد والشعر، يخزن العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تطهير البشرة والتخلص من شوائبها، ويساعد كذلك في علاج حب الشباب. توصلت آخر المعلومات إلى أنه يساهم في علاج حب الشباب سيرين، كما يساعد في وقاية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس الضارة، ويساهم في حسب آخر إحصائيات تساهم في تهدئة الحروق ناتجة عن أشعة الشمس وتسريع عملية الشفاء. كانت هذه المعلومات المفيدة بفاكهة العنب، شهيتوني خلاص كي ولات حكينا على العنب شهوني. سيرين شكرا جزيلا لك. شكرا اختي خمسة، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. العفو. شكرا للبلاطو تاعكم وشكرا لقناة النهار. العفو. كانت هذه هي فوائد فاكهة العنب، وبهذا نكون ختمنا بلاطو برنامج نهاركم جديد على قناة النهار. نلقاكم في الغد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.